على أشرف المرسلين. الحالة الوبائية اللي وصلنا لها اليوم الأحد في أمس في المساء واللي كتحد في مجموعة ديال الحالات منذ تسجيل الحالة الأولى في 2 مارس إلى اليوم 2855 حالة، بما فيها 327 ديال الحالة ديال الشفاء اللي تعالجوا من هذا المرض وخرجوا بسلام، وكذلك 141 حالة ديال الوفاة، وهذا اللي قدر الله. أخواتي إخواني المغاربة، لازم ما نذكر بأن الحالة في هذه الأيام الأخيرة عرفت واحد التطور، ولكن هذاك التطور لازم خصو واحد القراءة، لأن ما يمكنش ندير واحد القراءة سطحية لهذه الأرقام اللي سجلناها. خصنا نعرفوا بأن هذه الأرقام اللي كنسجلوا اليوم فهي جد متحكم فيها الحمد لله، الحالة الوبائية إذا مسيطر عليها بفضل الإجراءات الاحترازية والاستباقية اللي قمنا بها في البلاد ديالنا، وهذا رجع التوجيهات السامية ديال صاحب الجلالة والقيادة ديالو الرشيدة والخطة السديدة ديالو، وكذلك الانخراط الكلي ديال جميع الفاعلين في هذا لصد ولحصر هذا الوباء هذا. ف بزاف ديال 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 الدراسات اللي تقامت في البلاد ديالنا واللي عطات واحد القراءه خاصه، لان كنعرفوا بان كاين بزاف ديال السيناريوهات اللي يمكن لهم الدراسات يعطيونا مستقبلا شنو كيف كان الوضع يقدر يكون لو ما كانتش هذه الاجراءات الاستباقيه، او لو كان كانت هذه الاجراءات كيف قمنا بها اليوم. فاليوم كنلاحظوا بلا ما ندخل في التفاصيل ديال الارقام، فالاجراءات ديال الحجر ودي حالات الطوارئ اللي كانت عندنا وديال العلاجات الاستباقيه وديال الحجر الصحي، واليوم كذلك ديال استعمال الكمامات جنبت لنا الأسوأ الحمد لله، جنبت لنا واحد المخاطر كثيره. فلهذا كنقولوا بانه هاد الاجراءات لازم ما نتمنوها، لان هذا مكتسب، وهذا المكتسب لازم ما يتمن، لانه علاش مازال ما قدرناش نوصلوا البر الامان. فبالتالي الحاله الوبائيه اللي عرفناها في هذا الاخر في هذه الايام الاخيره واللي عرفت بعد التطور في الارقام واللي هي كترجع لظهور بعض البؤر في شتى مناطق ديال 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 البلاد، واللي كان متحكم فيها بواحد الطريقه بواحد السرعه جد هائله، ما كتخليناش نتخلعوا ولكن كتخلينا اننا نبقاو دائما حاضرين ونكونوا على يقظه. فلهذا كنعاود ناكد انه الحاله مستقره ومتحكم فيها، ولكن كنبقاو على اليقظه. فلهذا ارتئينا في البلاد ديالنا باش حاله الطوارئ تستمر والحجر كذلك يستمر حتى نكونوا في بر الامان، لان اي تراخي من هذا الاجل يقدر يعطينا واحد الانتكاسه، وهذه الانتكاسه ترجع لنا بالاسوء، وكاع داك الشيء اللي درناه في الاول نقدروا نخسروه بسهوله. فلهذا بدينا بقوه وخصنا نساليو كذلك بشده وبقوه، لان يعني ساهل باش نديرو حالات الطوارئ ونخرطوا فيها، وصعيب علينا كذلك باش نعرفوها، صعيب باش نقدروا نخرجوا من هذه حالات الطوارئ، لان كاين خص واحد استراتيجيه جد دقيقه باش ما يكونش عندنا الاسوء وما نستغربوش من انتكاسات لا قدر الله يحفظ البلاد ديالنا. ولهذا كيلزم علينا كاملين الانخراط في هذه الحالات الطوارئ الجديده، لان هذه الحالات الطوارئ الجديده عطاتنا نتائج جد ايجابيه وحميده ومنعتنا من الاسوء. وكنوه من هذا المنبر جميع الفاعلين اللي كانوا اللي انخرطوا في هذه السياسه ديال في هذه الاجراءات الاستباقيه والاحترازيه، لان هذا الشيء بفضل الله وفضل التوجيهات الملكيه الساميه والخطه الرشيده ديالو الحكيمه، وفضل جميع المنخرطين لا من جميع المنخرطين والفاعلين، لا من الاطر الصحيه اللي كنوا من هذا المنبر هذه، لان بجميع المكونات ديالها خصنا ولا بد نقولوا بان الحمد لله اليوم الاطر الصحيه الثقه ديال المواطنين تنزلات على اكتافهم وكيكتسبوا هذه الثقه، ولكن راه كذلك هي مسؤوليه جد كبيره. فبالتالي كنوه بالمجهودات ديالهم وكنطلب منهم من هذا المنبر باش يجيدوا يتجندوا معنا حتى نوصلوا لبر الامان ان شاء الله. كذلك كنوه بالسلطات المحليه والدرك الملكي والامن الوطني وجميع الفاعلين الاخرين اللي صهرين باش على الاقل نحاصروا جميعا هذا الوباء ونخرجوا من هذه الجائحه. اخواني اخواتي،
كنطلب كذلك المزيد من الصبر في هذا الإطار هذا والمزيد ديال التضامن، لأنه في الحقيقة بلا بكم بلا المساهمة ديالكم الفعالة راه ما يمكنش ننجحوا بوحدينا، فبالتالي لازم ننجحوا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.